بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعل الله عز وجل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الدنيا موجودة للامتحان والاختبار ورب سبحانه أمرنا ونهانا ونحن لسنا ملائكة فينا ضعف ونغلط أحيانا يقوى إيماننا وأحيانا أخرى ينقص إيماننا فالمؤمن قد يضعف ولكن لا ينبغي له أن ينزل إلى أسفل سافلين ولكن لا ينبغي له أن يصر على الخطأ فمشي عيب واحد يغلط لكن العيب يقعد ديما يغلط وما يستعرفش بالغلطة تاعه وما يصححش الغلطة كي يعرف بلي غلط مع ربي ولا مع الناس هناك قصة جميلة في هذا الباب وقعت لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قالوا إذا كنا معك فكأن في الجنة رأي العين ترق قلوبنا وتدمع عيوننا وكأننا من أهل الجنة يكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تصوروا النور والبركة والإيمان كليرا في الجنة وقلبهم يرق وجلدهم يخشع ويقشعر وهكذا وهذه نشوفوها لما نشوف قناة القرآن الكريم لما نسمع الدروس لما نكون في الجامع لما نكون في رمضان فالإيمان يقوى وتعيش يعني خارج نطاق الزمان لكن كي تولي الحياة اليومية كما قال الصحابة هنا فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الأهل وخلطنا الضيعات قال زال عنا الحال الذي كنا عليها معك تم خلاص يضعف الإيمان تاعنا وينقص وش قالهم النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تكونون على الحال التي أنتم عليها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لذهب الله عز وجل بكم وأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وفي حديث آخر مع صحابة آخرين قال ولكن ساعة وساعة فهذا الحديث روي بروايات كثيرة جدا في هذه القصة الصحابة غضهم الحال يعني هل هذا نفاق نكون معه ولا نكون في الجامع ولا نكون نشوفوا قادة القرآن الكريم نسمع القرآن الإيمان يقوى ونحسه بخشوع لكن بعد ذلك نروح نتعشى ولا مثلا نروح مع الدراري مع الأهل نروح فننساو هذيك الآخرة وننساو الجنة والنار ونعيش هذا الدنيا هذه وش قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له كان الإنسان يقعد ديما كأنه في الآخرة ودائما الإيمان تاعه قوي جدا هذا يصير كأنه من الملائكة أجي الملائكة تمشي معه في الطريق وتصافحه في يده وتدخل معه للدار احنا ما ملائكة نحن بشر اللهم إني بشر أخطئ كما يخطئ البشر وأغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر فنحن بشر وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإنسان ما جاش يغلط وكي يغلط يستغفر ويتوب ربي سبحانه يجيب ناس يغلطوا و ويتوبوا فيغفر لهم ما تقول ليش لا ربي خلقنا باش نغلطوا خلقنا الله تبارك وتعالى حتى نخطئ لا ماشي هذا هو المقصود لكن المقصود ان الخطا بشري لا بد الانسان يقع في خطا وهذا موش عيب العيب ان الانسان يقعد دائما غلط وما ميحوش يصحح الخطا تاعو وما يحوش يتوب ويستغفر فهي كل عادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المنافق ذنوبه تاعو يدير دبانه فوق نيفو دار هكذا فطارت اما المؤمن يشوف ذنوبه تاعو كالجبل فوق راسه يعني تقيل بزاف فالانسان يغلط ويضعف ولكن ما لازمش يغلط حتى يلحق الكبائر وحتى هو الحق الكبائر لازم يتوب ويستغفر انسان يغلط مش يعيب صح العيب انه ما يتراجعش اخطا مع انسان او مع نفسه او مع الله تبارك وتعالى دار حاجه ماشي مليحه ولا اي شيء توب واستغفر اخطات مع انسان اطلب منه السماح ورجع له حقه تقعدش دائما ايه هذيك شغل الرجله اللي ماشي في بلاصتها تاخذه العزه بالاثم اذا قيل له اتق الله لا المؤمن اذا قيل له اتق الله يقول اللهم اجعلنا من المتقين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته